صديق العائلة الدكتور سامي كان له دور مهم وواضح في تأليف الكتابين، بعد أن قام بمساعدة سالار في توزيع المواد إلى فصول عدة، إضافة إلى مناقشة الكثير من الأفكار التي يحملها. من خلال المناقشات طبعا أجد هناك يعني عقل منظم يرتب المعلومة ويرتب السؤال وأيضا يستوعب الجواب ويرد على إشكالات بعض الجواب بإشكالات قد يكون لا تخطر على متلقي آخر بعمره وأكبر من عنده. يعني اهتمامات وهوايات لار كثيرة، فإضافة إلى هواية جمع العمولات يحاول تعلم العزف آلة الكمان ومطالعة الكتب المختلفة. متى ما توفرت الظروف المناسبة للطفل ولقي الاهتمام والتشجيع من قبل المحيطين به أصبح مشروعا للإبداع وفي شتى المجالات، كما فعل سالار بالحب والإصرار. من بغداد، سعدي غزالة، العراقية. شكرا سعدي غزالة على تسليط الضوء حول هذا الموضوع. بصراحة احنا اليوم كلنا نعرف انه الاطفال ملتهين بتليفونات والايباد وغيرها من الامور، لكن الاتجاه الادبي قليل يمر علينا او نادر. انضم ويانا يعني بالاستوديو الطفل سالار خالد، كاتب ووالدته دكتور روافد الحسناوي. اهلا وسهلا بكم، صباحكم خير وعافيه. يعني بالبداية سالار، ما جاب الموهبة عن فراغ، هذه اعتقد جينات لعبة، ودائما نعرف انه الطفل بيئته هي اللي تبني شخصيته. اكيد يعني البيئة لها دور والعامل الوراثي ايضا لها دور، لكن خلينا نقول مرات اطفال خلينا نقول ما عندهم العامل الوراثي، لكن التنشئة الصحيحة، التربية الصحيحة لها نسبة، يعني خلينا نقول انا اتوقع اكثر حتى من 50%. يعني حتى اذا ما صار خلينا نقول طبيب او مهندس ممكن يصير إنسان ناجح، يكفي أنه يكون إنسان ناجح يحمل خلق، يحمل مبادئ، يحمل قيم. ممكن يصير فنان، ممكن يصير رسام، ممكن يصير عازف، ممكن يصير مطرب إلى آخره، إن كانت التنشئة صحيحة. فالبيئة لها دورها، وإذا عامل الوراثي وبيئة وعامل وراثي يصير الانطلاق. نعم، راح تكون تكوينة مميزة جدا. لذلك سألت لك شو كنت أمرك بدأت تكتب وجمعت المعلومات وقدرت توصل يعني كبداية أولية لك؟ بدي أكتب 6 أشهر، تجيني الطباعة ب7 أشهر يخلص. فهاي من أغلب المشاكل. زين تواجه. سالار، كلنا نعرف الشباب أو الأطفال بهيك عمر يروحون للآيباد، يروحون للألعاب بالتليفون، بلاي وطوب ولعب، هم يريدون يتفتحون على العالم الخارجي، يستكشفون العالم وأصدقائهم وطبتهم طلعتهم أهم شيء. أنت شو عجب رحلة المجال الكتابة؟ ليش مجال الكتابة؟ مثلا تقدر تقرأ أو تقدر تطلع على أطروحة ماما، تقدر تتابع ويا دكتور سامي، ليش اختارت أنه تألف كتب؟ أنا قلت السبب إنه غبت من ماما تألف كتاب وعجبتني هاي الشغلة. زين أنت وين ناوي توصل بهذا المجال؟ شنو مخطط بعدين؟ هسا أنت عندك دراستك؟ إيه، دراستي همية ما مناسية. مشروعك الجديد شنو؟ وايد أوصل لأعلى المهارات. ومشروع الجديد علمي بحث. لماض الطفيلية التي تصيب الأطفال وطريق علاج. زين هاي المواضيع صعبة، ليش بتختار مواضيع سهلة؟ وأنا بعد ألفت الكتابين بني، فكل شيء سهل علي، وأنا أحب المواضيع العلمية أصلا. حلو، هو مختار المواضيع العلمية. نعم، حتى تقدر توصل. لطالما دكتور روافد نشوف شخص حاب شيء، سواء كان غيرته من والدته، يعني هذا شيء إيجابي أنه يطمح أن يكون للأفضل. طيب دكتورة وافد، حاولت تكلمين معه بالبداية أنه إحنا دائما نقول أنه شهادة المدرسة الحصول عليها ربما تكون أساس، وبعدها نقدر ننمي موهبتنا أو كتبنا. شلون قدر يوافق ما بين مشروعه الفكري وأيضا ما بين دراسته المدرسية؟ والله صراحة هي مشكلة جاية أعاني منها. نعم، يعني إحنا مشكلة عندنا بالعراق أنه التعليم عندنا لا زال تقليدي. نعم صح، انه سالار بدا يقرا وعمره صغير. سالار اول قراءه بدا بها هي قراءه القران انطى مجال اوسع، بدا يسال اسئله علميه عن الخسوف، عن الكسوف، عن رؤيه القمر. فمن خلال اجوبتي الى بدا يتجه لمن الاطلس الجغرافيا، مثلا اطلس علم الحيوان، اطلس الانسان. انطى القران كم هائل من المفردات.
فمن بدأ يقرأ هذه الكتب أطلس الحيوان أطلس الجغرافيا هو صغير يعني. نعم. من يجي للمدرسة المعلومة ما يحس إنه المدرسة ده تعطي الشيء اللي هو يريده. فيحس المعلومة بسيطة يعني. يحس مستوى بسيطة. أكبر. مستوى أكبر. مشكلة يعني صراحة أنا أعاني منها. فيصير عنده ملل من من الدروس التقليدية. أغلب الوقت سالاري خلصة بالجامعة مكتبات الجامعة بالمكتبة يعني سالاري إذا ضاج قال أريد أروح المكتبة أشتم ريحة الكتب إذا ما عنده موضوع يعني. بس بنتجي للدرس يروح بالامتحان ياخذ 100 يعني درجته كاملة. فبس تجي كدوام مدرسة يعني يحس إنه أكو نوع من الملل يصير عنده يعني يقول إنه المعلومة لا هاي المعلومة أنا زين المدرسة يعني. ما حاولت تستثمر طاقة سالار بصورة أو بأخرى الصراحة لا. زين سالار إلى أي مدى ساعدك الدكتور سامي حمود؟ يعني ساعدني كثير يعني ما أقدر أوصف مساعدته لي. ساعدني بمراجعة الكتاب إذا بطاء، ساعدني يعني بالتصحيح، ساعدني بالمصادر، نصحني عن بعض الكتب وانطاني معلومات. يعني دكتور سامي بالنسبة لي نابغة وموسوعة. بالمعلوم قلت شنو تنبأ لك؟ أنا طبعا أنا وأحمد كنا فضول نتعرف على شرية سالار. نعم أسألك أنه دكتور سامي ساعدك وتعتبر أنه هو نابغة. أستاذ سامي منو من الشخصيات العلمية التاريخية اللي أثرت بيك وتشوف أنه هو أيضا نابغة؟ ابن الفقي مثلا انا اقرا له كتب كثيره اشوفه نابغه واحبه اقرا له كثير. طبعا اول كتاب قراته العقل الباطن. العقل يعني هذا كتاب فاصيل هوايه وبيتعمق هوايه وبيفلسفه هوايه. شلون قدرت يعني اعتقد هذا الكتاب ضاف لك وعلمك هوايه صح؟ يعني علمني كثير عن الإيحاءات. يعني أكثر موضوع عجبني به الإيحاءات السلبية والإيجابية ما يجيك وشلون تتجنب الإيحاءات السلبية. ويعني وهذا الكتاب يعني بدأ انطلقت منه وهو أحسن كتاب من بالنسبة لي بعد القرآن. لأن همين أنا بديت بالقرآن أقرأ. أول ما تعلمت القراءة والكتابة بديت أقرأ القرآن. كان دائما يردد عبارة. طبعا أنا خلاني واحد من كتاب العقل الباطن يعني ميولي مو غني ناجح مو علم نفس وفلسفة بس هو قراءة. فقال لي روفي هو يسميني روفي إحنا لقب ماما ما عدنا يسميني قال لي روفي هذا الكتاب انطلاقتي راح تصير منه إنه أنا دائما لازم أحتك بالأشخاص الإيجابيين. الأشخاص الإيجابيين هم اللي يدافع هم اللي ينطوني حافز. صح. ودائما الكتاب كان بعبارة كيف تصبح غني ناجح غني ناجح إنه لازم انطلاقتك تكون انطلاقة صحيحة. انه نجاح كل الميادين وبنفس الوقت غنى نفس وغنى مال يعني سبعة طبعا الحفاظ سبقت هاي الكلمات بباله يعني. فانطلق بالكتاب يعني قال انا راح امشي على نفس الطريق والمنوال اللي انتم تمشون به يعني انه الف كتب. بس هو يقرا يعني قارئ كثير من الكتب. طيب يعني اليوم اذا اجاك شخص سلبي شلون راح تقدر تنطي دافع انه يكون ايجابي؟ يعني أقل لعوف السلبية أكون إيجابي والشخص السين لا تنطي إيحاءات سلبية على مود الدمر كون إيجابي. هي هاي المشكلة سلبي. إحنا سلبية ننقلها بس إيجابية ما ننقلها احتفظ بيها نفسنا. لكن أغلبية الناس ما يأخذون بالنصيحة يبقون. من الأشخاص الإيجابيين بحياتك دائما ما تنسد عندك تروح لهذول الأشخاص تصير الأمور تمام؟ اولا بابا الله يرحمه. ثانيا ماما. ثالثا دكتور سامي. حلو يعني ما اكثر الناس عليك. زين خلينا نشوف هذا الكتاب موسوعه روافد المعرفه مثل مجموعه من التواريخ المعلومات المهمه. يعني اي شخص اذا ما كانت عنده معلومه يقدر انه من خلال هذا الكتاب يتعرف على معلومات جيده جدا وصلت يعني تقريبا الكثير من الارقام خصوصا كتاب مهم جدا. فحدثني عن هذا الكتاب شلون اجت فكره انه تكونه ومن ساعدك وياه بما انه هو صراحه يمتلئ بمعلومات مهمه فاكيد راح يكون هو مفيد لكل الاجناس والاعمار. هذا الكتاب جتني فكرة تأليف موسوعة وما خلصت الكتاب الأول عادات وتقاليد الشعوب. نعم. جتني فكرة تأليف موسوعة
بعدين اختارت اسهل شيء بالموسوعات اللي هو معلومات. بعدين سميت الموسوعه على اسم ماما روافد المعرفه، وفكرت انه ينجمع اسمي واسم بابا الله يرحمه واسم ماما كتاب واحد، وهذا الكتاب يتضمن دين وتاريخ وعلوم واختراعات وادب وفنون ومقتطفات منوعه من المعلومات. حلو. والخاتمه قائمه المصالح. دكتوره وافد، شلون شفتي هذا الكتاب؟ شنو المعلومات اللي ضفتيها له، خصوصا يعني بما انه هو يعني ما شاء الله لم مجموعه مثل ما ذكرت قبل شوي الكثير من المعلومات المهمه بمختلف الامور؟ والله بصراحة أشوف الكتاب هذا الثاني اللي هو الموسوعة أقدر أعتبره جهد بحث السالار. يعني جزء الكتاب الأول كان صغير بالعمر وما يعرف كيف يكتب هيكلية بحث وكيف يقسم فصول، فمن صارت عدة الخبرة بالكتاب الثاني ما تعبت ذاك التعبي. بس شغلة واحدة أنه اضطريت أسافر أشتري له كم هائل من الموسوعات حتى يقدر يعني يطلع أكثر، ففاد ثقافيا إلى قاعدة شخصية، وأيضا هو اللي كتبه من حيث القيمة العلمية اللي بيه فهو قيمة جدا راقية. ممكن أي شخص سواء كان كبير بالعمر صغير بالعمر حامل شهادة غير حامل شهادة من يقرأ يستفاد من عنده. صح. وهو من كتبه عفوا قال لي روفي ما أسوي سؤال وجواب مثل ماشي عند الموسوعات. قلت له عشان أسوي؟ قال راح أصيغه بأسلوبي، فبدأ يصيغ صياغة يعني، ودكتور سامي راجع له كان طبعاً. أنا دوري أنه أخذه للطباع وأخذه للمطبعة وأشتري له كتب. الفكر الأساس والمجهود يكون أتسالة. طبعاً بالعادة الأهل، حضرتك ذكرتي أنه أنا سافرت واشتريت موسوعات السالار، بالعادة الأهل مثلاً عنده موهبة ما يحاولون ينموها، يحاولون يحبطوها، يلا وقعدوا تم دراستك وشغلة ما تفيدك ومن تكبر وما أعرف إيش. الأهل يعني أنتوا اليوم ثبتوا الأهل يلعبون دور رئيسي جداً 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 تنمية موهبة الأطفال. إحنا أمام مشكلة جدا كبيرة يعني. هي مو فقط اهتم بدراستك هسه، حتى اهتم بدراستك ماكو. إنه الطفل وصل يصير عمره 6 أشهر 7 أشهر مجرد بيحرك إيديه خلوا الموبايل بإيده للطفل. صح. ضاع الطفل من عمر 7 أشهر بعد انتهى يوصل للمدرسة هو أشبه ما مصاب بالتوحد المكتسب بسبب الآيباد والألعاب الإلكترونية. صارت الشخصية اللي يتأثر بها الطفل هي البطل الافتراضي اللي موجود باللعبة الإلكترونية. فالمشكلة إحنا جيل كامل دا يضيع عندنا، ما حد يقول كثير عندنا والله مواهب دا يضيعون بسبب الأهل. نعم، بسبب هذه التكنولوجيا وأيضا عدم اهتمام الأهل من هذا الجانب. أهم شيء يعني أنا نصيحة أنصح لكل الأمهات إنه الطفل مجرد ما يبدي يفهم عليك ابدأ وياه قصص، أو دائما خلوا الكتاب بإيد الطفل، ورق القلم خلوا بإيد الطفل. بس الأهل بالعكس خلوهم بإيد الآيباد والتليفون. يعني أنا ضد هذا الموضوع، ممكن نستخدمها في شغلنا استخدام علمي. كيف ما يعني تستخدم الكتاب باستخدام علمي مفيد، استخدم الآيباد شيء مفيد يعني لا بأس، بس إنه أنت تضيع جيل كامل يعني مشكلة. نعم، إن شاء الله هذه الرسالة توصل من حضرتك، كون أنه بالفعل شاهدين أكيد مشاهدين على الإبداع اللي وصلتوا له. نتمنى لكم دائما السلام، نتمنى لكم المستقبل الزاهر، ونشوفك إن شاء الله بأعلى المراتب. شكرا لك سالار خالد الكاتب الطفل المبدع، وأيضا الدكتورة روافد الحسنوي والدة سالار. نعم، شكرا لكم. لكن شوف خلينا نشوف زميلنا عبد الحسن رسم لنا رسمة كاريكاتيرية. شنو حبيبي؟ نعم، أنت كلش حلوة تولى قلبي أمري. ريام أكيد هو موهوب، يعني ترجم أفكاره على الورق، وإن شاء الله صير عنده مكتب. يعني أثاث بيته راح يكون كله طبعا حتى الميز من ضمن الأمنيات، يعني مكتبة ضخمة تكون إلي علمية. أنا سويت لك حتى الميز كتب، الموهوبين ومن سويت الميز كتب والكرسي، هاي هدية من عندي. هذه طبعا مهداة لكم. أنا أيضا حلمي صار عندي مكتبة كبيرة، كل الكتب اللي أقراها على مدى العمر صار عندي مكتبة كلها كبيرة. هو عندي مكتبة خاصة تقريبا 200 كتاب بس يريد يطمح لأكبر. شكرا جزيلا عاشت إيدك. هذه هدية بسيطة من عبد الحسن. شكرا لكم. شكرا لكم وشكرا لانضمامكم ويانا. الله يخليكم، تسلموا، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا ننتقل إلى فاصل بعد نكمل صباحنا.